بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنتعلم إزاي نعمل كرييتيف لوجو. في البداية هنختار صورة وندبل كليك على اللاير، نقول له أوكي بحيث إن إحنا نحولها من باك جراوند إلى لاير عادية. بعد كده إن أنا محتاج أشيل اللون الأبيض اللي موجود من خلال أداة الماجيك واند، كليك هنا عليه، اختار جزء من الجسم معاه، اختار ماجنتيك ليسو وادوس الت بحيث اعمل الماينس، وابدا احدد الجزء اللي انا محتاج ان انا اشيله من السلكشن. بعد كده ادوس ديليت، بعد كده اعمل تكست وليكن بحرف يمثل البراند بتاعي، انا اسمي عبد الله مثلا، فاعمل حرف الاي. السايز بتاعي اوكي، هبدأ أكبر الحرف بعد كده، هخلي اللير ترتيبها إن الجسم هو الأول، إنتر. بعد كده بختار ادوس كنترول واختار حرف الايه بحيث يعمل سيلكشن عليها، انفرس بحيث انا اعمل انفرس في السيلكشن بتاعي، اختار اريزر تول اللي هي اداة المسح وابدأ امسح. بعد كده كنترول ودي، بعد كده ادوس عندي هنا اعمل نيو لير بحيث ان انا احط فيها اللون الابيض، بعد كده حرف الاي انا ممكن اعمل له دروب شادو عن طريق بليندنج اوبشن، اقول له دروب شادو، اختار الاوباستي بتاعتي وليكن مثلا 82% والديستنس، ادوس الحرف. طبعا ممكن احرقهم الاثنين مع بعض، انا عندي هنا في زوايد اقدر ان انا اشيلها، وبكده اقدر اعمل كمان ظل. اقدر ان اعمل نيو لير، اجيب الفرشة بتاعتي، اختار اللون الاسود، اقلل السايز بتاعها، بعد كده اعمل كنترول وكي اكبرها شوية، ادوس انا اللير واقلل اللوباسيتي بتاعتها خالص وليكن 45%، فتبان كأنها صفر. ممكن من تاني ارجع احرك تكست معاها بحيث تبقى حاجة بالمنظر ده، وشكرا جزيلا لكم.